حاجز قرية عزمارين الجديد. هذا الحاجز لا يبعد عن الشريط التركي سوى 500 متر. حواجز جديدة نصبت على الحدود التركية السورية. أين مبادرة كوفي عنان؟ حاجز قرية عزمارين الجديد. هذا الحاجز زرع من جديد. أين انسحاب الجيش يا عرب يا كوفي عنان؟ حاجز قرية عزمارين ومنها حواجز بين بلدة دركوش كثيرة وقرية عزمارين ومنطقة سلقين. هذه الحواجز تنصب من جديد، خيم